معنا اليوم احنا في الفوروم وحنا كوميتي بروجي. فكرنا في واحد البروجي في ظل هذه الازمه المائيه وبسبب ان في المغرب كما كنلاحظوا واحد الظاهره ديال لي لافاج اللي هما الناس اللي كيغسلوا لنا السيارات كيضيعوا بزاف الماء لصالح الشرب، وهذا الشيء ادى ان السلطات تسد لهم لي لافاج ديالهم، وبالتالي ولاو عندنا بزاف المشاكل ديال البطاله. وفكرنا حنا كمطالبه مهندسين في تدبير هذه الموارد المائيه، والبروجي ديالنا كان هو اعاده استخدام المياه ديال الحمامات ولا ديال لي كلوب سبورتيف ولا ديال لي سبا باش نغسلوا بهم الطوموبيلات. هذا البروجي اول حاجه درنا فيه هو ان هذاك الحمام غنديروا فيه واحد لاميناجمون ديال ريزو داسينيسمو. اول حاجه لي زو ديال لي تواليت غيمشيو عادي في الريزو داسينيسمو، اما لي زو اللي كيغسلوا بهم الناس في الحمام غادي يخضعوا لواحد لو تريتمون. هذا لو تريتمون غراس ان فيلتر كون ابيل ان فيلتر بلونتي اللي كيساهم في تنقيه هذه المياه، هو سي ان سيستيم دو تريتمون سيكوندير. منين غنقومو بتنقيه هذه المياه غادي يمشيو لينا ديريكتومون الان لافاج، وهذا لافاج غيستخدمها في غسل ديال السيارات. كذلك فكرنا ان هذاك الماء اللي غسلوا به لي لافاج السيارات يعاود يتستخدم، يكون كوم ان سيكل فيرمي. واوسي خدمنا هنا واحد السيستيم ديال اردوينو اللي هو ان سيستيم انفورماتيك اللي كيساهم في الاوتوماتيزاسيون ديال هذا لو بروغرام. وكنتمنى بهذا البروجي ديالنا نساهموا في تقليص هذه الازمه المائيه ونعاونوا في خلق دي زوف دومبلوا، ونعاونوا احنا كطلبه مهندسين في حل هذه الازمه. اليوم درنا واحد البروجي باش نستعملوا الماء ديال الحمام باش ما يضيعش، نستعملوه في الغسيل ديال السيارات. كما كتعرفوا كاينين بزاف ديال لي ستاسيون ديال لافاج، يعني دوك ديال غسيل السيارات اللي حبسوهم حيتاش كيكونسومي بزاف ديال الماء وكيضيعوا الماء. اذا فكرنا علاش ما نستخدموش الماء ديال الحمام اللي ما كيكونش فيه بزاف ديال الملوثات ونستخدموه في الغسيل ديال السيارات. هنايا عندنا هذا فيلتر ابيركولاسيون فيرتيكال، يعني فيه الرمله، فيه ديكوش ديال الصابل والغرافيي والارجيل اللي الماء اللي كيدوز منه، يعني هو فيه نورمالمون الماتيغ اورغانيك. كاينين فيه لي ديتيرجون بحال لي شامبوان، داكشي اللي كنستخدمو في الحمام. اذا ملي كيدوز من هاد البارتي فهو كيتفلترا، يعني ما كيمشيوش منه كاع لي زيلومون توكسيك، يعني المواد السامه، يعني هو غير صالح للشرب ولكن ما غيديرش لنا مشكل بالنسبه للافاج. ديجا كان يعني باش نغسلوا الطوموبيلات راه كنديروا الماء، كنديروا زعما كنزيدوا لي ديتيرجون. الوغ ملي كنباسيو هنايا نورمالمون ماشي في نفس الوقت فاش غير الحمام غيخدم لينا هو اللي غيخدم لينا ستاسيون دو لافاج. اذا درنا واحد البروغرام باردوينو، يعني اوتوماتيزاسيون، باش ملي ما يكونش خدام الحمام، ملي ما يكونش خدام لافاج، هو غادي ديتيكتي لينا واحد السوي فين ما يوصل الماء، غيخوي لينا هذاك الماء اللي تزاد واحد الريزيرفوار اخر، باش ديك الساعه ما يفيدش لينا هذاك الريزيرفوار، وهكا كتكون هاد السيركولاسيون. وفكرنا حتى مثلا بالنسبه لهذاك المانيت اللي كيغسلوا به الطوموبيلات، علاش حتى هو ما نفس ستاسيون ما تعاودش تستخدم ذاك الماء باش تعاود حتى هي تغسل به بالمي برانسيب، تعاود تستخدمه باش تغسل طوموبيلات اخرين وباش هكا ما يضيعش المغسل.